إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشاهير القرى. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة أستضيف واحدا من الأصوات الجميلة التي طالما أمتعتنا في تلاوة القرآن الكريم. ضيف هذه الحلقة هو القارئ الشيخ محمد الغزالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القارئ الشيخ محمد بن حسين الغزالي من مواليد جدة في المملكة العربية السعودية، نشأ وترعرع وحفظ القرآن الكريم في مدارسها. تشرف والتقى بالعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي رحمه الله، وتتلمذ على يديه، وأجازه رحمه الله إجازة عامة، كما تتلمذ فضيلته على يد نخبة من علماء ومشايخ عصره، منهم الشيخ محمد الجنيدي رحمه الله، والشيخ سعد بن عبد الرحمن، وغيرهم الكثير ممن صقل موهبته وأنار له طريقه في إتقان تلاوة كتاب الله. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. اهتم فضيلته بعلم المقامات والأداء، وله عدة مشاركات محلية ودولية في تحكيم المسابقات القرآنية والإنشادية. حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ويعمل في المركز الطبي الدولي بجدة في إدارة شؤون المرضى قسم الشؤون الدينية. بدأ في الإمامة منذ الصف الثالث المتوسط، حيث أما المصلين لصلاة التراويح والتهجد في مسجد الخير، ثم في مسجد الشلهوب، وبعدها انتقل إلى مسجد الغيث إماما وخطيبا رسميا، واستقر به المقام في جامع الفرقان بحي النسيم بجدة. إذن يا شيخ محمد، أرحب بك مرة أخرى في برنامج مشاهير القراء، مرحبا بك في هذه المنطقة الجميلة في مرتفعات قوبة قرب العاصمة الأذرية باكو. حياكم الله الشيخ شرزاد. في الحقيقة أبشر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا أني أكون معكم في هذا البرنامج الرائع وهذه الجهود المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وإن شاء الله نقدم للمشاهدين ما يعني يفيدهم بعد رضا الله عز وجل إن شاء الله. إن شاء الله. وحديثنا دائما أولا عن البدايات، كيف كانت بدايتك مع كتاب الله عز وجل؟ والله البداية كانت منذ الصغر، يعني مرحلة ما قبل الدراسة حتى. نعم. كان الاهتمام من جانب جدتي رحمة الله عليها بجانب الصوت. أنت من مواليد مدينة جدة؟ جدة نعم. نعم. فجدتي رحمة الله عليها اكتشفت عندي موهبة الصوت، وهي أيضا كانت يعني مهتمة بهذا الجانب بحكم أنها كانت شاعرة، ويعني نعم. وتتغنى وتنشد يعني بعض الأناشيد وبعض المدايح وكذا، فاكتشفت عندي هذه الموهبة. شعر فصيح أم لا نبطي؟ لا شعبي نبطي. نبطي نعم. وقد تكون في بعض الأبيات فصيحة، الكلام هذا قديم يعني ما أذكر، توفيت رحمة الله عليها. نعم. فكانت وصيتها للوالد مجرد ما اكتشفت معني موضوع الصوت أنه محمد لابد أن يلتحق بحلقات التحفيظ ما شاء الله، ولابد أن ينشأ تنشئة قرآنية. فدخلت الحلقات ما يعني كمستمع قبل الدراسة.
قبل الدراسة. قبل الدراسة ما شاء الله. طيب إذا أولى أقدامك على طريق القرآن كانت عن طريق حلقات التحفيظ. تحفيظ نعم. كم حفظت في هذه الحلقات؟ طبعا أنا منذ أن دخلت إلى المرحلة الثانوية وأنا لم أنقطع. نعم. أي لكن الاستماع والاحتكاك بأهل القرآن هذا يعني انعكس أثره إيجابيا حتى على مسيرتي في التعليم. نعم. يعني كنت حتى في المدرسة أصحح لمدرسة التجويد. ما شاء الله. أي نعم. سماعا. نعم. أي. من كنت تستمع من القرآن في تلك الحقبة؟ طبعا في فترة الصغر كنا نستمع للقراء الكبار. يعني نعم. مثلا الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمد صديق المنشاوي، محمد رفعت. تسمع المدرسة المصرية؟ اي المدرسة المصرية نعم بحكم من الوالدين. لكن نعم. انا ما كان عندي اهتمام اني ابحث عن القراء نعم. المعاصرين من الموجودين في ذيك الفترة. كنا انا في بالي انه القراء هم هذيل فقط الموجودين وأئمة الحرم. نعم. ما كان عندي اهتمام اني ابحث، يعني صراحة ما كان في اهتمام اني ابحث يعني عن قراء واكون مثلا مستمع نهم. نعم. اني استمع بكثرة، لكن اللي كان يعرض في إذاعة القرآن الكريم هذا اللي كانت استمع له بشكل. طيب أكثر قارئ أثر عليك فيما بعد وتجد نفسك يعني منجذب إليه انجذاب يعني يختلف عن الباقين؟ الشيخ هاني الرفاعي. هاني الرفاعي. نعم. ما الذي يسهويك بالضبط في تلاوته؟ هاني الرفاعي طبعا ما حفظ الألقاب طبعا وشيخنا وحبيبنا، أنا تأثرت به تأثر عجيب جدا في حتى في أدق تفاصيل حتى حياته هو. ما شاء الله. أكثر شيء يعجبك في تلاوة الشيخ هاني؟ حضور، يعني أنا أحس أن قراءة الشيخ هاني يعني طبعا ترتيل وأداء واختيار المقامات الحجاز والبيات حضور، يعني القراءة تشعر أنها من القلب. ما شاء الله. إيه نعم، فتأثرت به تأثر عجيب وما نعم. كنت أسمع غيره صراحة. نعم. يعني نعم. الشيخ محمد ظهر في تلك الحقبة قراء كثر في جدة، هل أثروا فيك؟ أثروا فيك أقصد في الذائقة السمعية لك، طبعا كل قارئ عنده خزين، هذا الخزين عكس على تلاوته فيما بعد، هل أثرت طريقة أحدهم في تلاوتك فيما بعد؟ طبعا في البدايات أنا ما كنت أسمع إلا للشيخ هاني الرفاعي. نعم. يعني انعكس هذا أثر حتى على أدائي، يعني أول ما صرت إمام. نعم. كانوا الناس يقولوا خليفة هاني الرفاعي يصلي في المكان الفلاني. ما شاء الله. إيه نعم. لكن بعد ما تعمقت في علم الصوت وعلم الأداء. نعم. اكتشفت أن التغذية السمعية مهمة، فصرت أبحث وأستمع. جميل. حتى يعني أعبي الذاكرة والخزينة اللحنية اللي عندي. فبدأت المكتبة تتسع. نعم. إيه. لكن في البداية كانت محصورة على هاني الرفاعي. ضمت من؟ ضمت كثير. مثل من؟ أنا أركز يعني أحيانا مجرد إن يعني أعمل نفسي برنامج أدخل في المواقع في اليوتيوب مثلا. نعم. الحين حتى ما أركز على الاسم، مجرد أنا أبحث أقول مقام عراق العراقي أو البيات العراقي مثلا، فيطلع لي قراء تلاوة بمقام العراق البياتي، فتجي أسماء أحيانا أحفظها أحيانا ما أحفظها. لكن بشكل عام أنا متأثر جدا بالشيخ محمد عبد الكريم، أحبه وأسمع قراءته جدا. الشيخ الحصري ما شاء الله. الشيخ طه الفشني ما شاء الله. اي من كذا. اذا ذائقتك سمعيه متنوعه من عده دول. اي نعم. المدرسه المصريه، من المدرسه السودانيه، من المدرسه في جانب الانشاد المدرسه الشاميه ما شاء الله. ايوه نعم. ابو الجود. جربت تقلد المدرسه العراقيه اما انها صعبه؟ لا هي صعبه، لكن انا حاليا نعم. يعني منتشره لي تلاوات بمقام اللامي. اللامي. اي اللامي، والشباب يعني وجدت سبحان الله لها قبول واثر يعني جيد عند المستمعين. طيب نسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما. ما شاء الله، طيب الله أنفاسك، طيب الله أنفاسك. الشيخ محمد، رغم أن المقام العراقي مقام صعب والحنجرة العراقية حنجرة خاصة وكثير من القراء من غير العراقيين يخشون الاقتراب من المدرسة العراقية، لكن ما شاء الله يعني أبدعت في هذا المقام في طبقتي القرار والجواب. طيب شيخ محمد، في العائلة توجد أصوات جميلة؟ الوالد ما شاء الله. نعم. والدي ووالدته اللي هو جدتي صاحبة الاكتشاف. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب شيخ محمد، أنا لاحظت في بعض التلاوات عندك هناك عرب صوتية، والعرب الصوتية جميلة جدا، والبعض لا يفرق بين العرب الصوتية وبين بعض عيوب الصوت اللي أو الأداء التي ذكرها علماء القراءات وعلماء التجويد من الترعيد والترقيص، وطبعا العلماء يفرقون بين العرب وبين الترعيد والترقيص. الترعيد والترقيص يكون في المخرج الصوتي ككل، يؤدي إلى تولد حروف مد إضافية، ألفات إضافية وواو إضافية، وهذا منهي عنه. أما العرب الصوتية تكون في الحنجرة. الحنجرة صحيح. أود أن أسمع منك شيء من العرب الصوتية. طب خلينا نذكر لك قصة العرب الصوتية هذه. نعم. أنا كنت أحب جدا الأذان بالطريقة المدنية. نعم. وكنت أتأثر جدا بسماع رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بخاري. نعم. والله يعطيه الصحة والعافية الشيخ عصام بخاري. نعم. وكنت أحاول أني أقلد هذا الموضوع قد ما أقدر. نعم. فأذكر أني مرحلة التعليم والتأثر استمرت إلى 3 سنوات وأنا أسمع وأحاول أني أحاكي إلى أن وصلت إلى درجة إن شاء الله أنها جيدة. نعم. فخلينا أعطيك مثال مثلا من في الحي على مثلا. طيب. في الأذان. طيب. حي على الصلاة، شيخ محمد أسألك عن النفس عندك. النفس عندك طويل قصير؟ أنت راضي عن النفس عندك؟ أنا النفس يتعاهده بالتدريب. نعم. لكن إذا أهملت. نعم. يعني أشعر بالفرق. تشعر بالفرق. نعم. لكن أنا صراحة مهتم بجانب تدريب النفس، أعمل تمارين كويسة في الغطس، في كتم في الغطس النفس، في عملية حبس النفس وإخراجه عن طريق حرف السين أو حرف الزاي. نعم. إيه؟ كم يشتغل عندك الغطس؟ الغطس البارح تحدينا والمصور الشيخ أنس. نعم. تحت الماء أنا استمرت تقريبا دقيقتين تقريبا. نعم. 110 ثواني. طبعا كتم النفس يختلف عن الأداء طبعا، لأنه في دعني أوقت لك على ساعة. أوقت لك كم تستطيع أن تأتي بكم آية من آيات الفاتحة تستطيع أن تأتي بنفس واحد؟ نجرب. يلا نجرب. يلا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك، بالضبط بالضبط بحدود 23 ثانية. ما شاء الله. وهذه قضية مهمة، البعض يتصور أنه يحتاج إلى نفس طويل حتى يأتي بآيات كثيرة. أنت استخدمت 25 ثانية فقط وأتيت بالفاتحة كاملة. صحيح. يعني كنت مجيدا في موضوع الأداء، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من القراء. كثير من القراء يستنزف النفس في بعض الحروف، وبالتالي تطلع عنده كلمات قليلة أو آيات قليلة في النفس الواحد. وهذا طبعا موضوع النفس موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بالوقف والابتداء. طبعا قضية الشيخ النفس، أنا يعني أثني على كلامك، هي قضية ما هي قضية كتم النفس، لكن الاستفادة من كمية الهواء الموجودة في الرئتين. يا سلام. إيه، في بعض الناس يأخذ نفس عميق ويكتمه، لكن إذا أراد أن يؤدي يخرج 3/4 النفس يبدأ يستهلك الباقي 25%. ما شاء الله. إيه، لكن لابد أن تستفيد من كمية النفس كاملة اللي أنت أخذتها، وهذه لها تمارين، أخذ. نعم. النفس عن طريق الشهيق والزفير وحبسه داخل الجسم. نعم. وإخراجه بطريقة معينة لها يعني. أوليس الذي خلق السماوات والأرض
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا إذاعة القرآن الكريم من الشارقة. أخوكم محمد بن حسين الغزالي من مواليد جدة المملكة العربية السعودية. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. شيخ محمد مرحبا بك مجددا في برنامج مشاهير القراء. الله يحييك شيخي. شيخ محمد، أنت تجمع بين التلاوة القرآنية وبين الإنشاد. صحيح. البعض يرى هناك بونا شاسعا بين الإنشاد وبين تلاوة القرآن، إلى درجة أن البعض لا يتقبل كون إمام المسجد وقارئ القرآن منشدا، لا يتقبله كمنشد. صحيح. على اعتبار أن تلاوة القرآن هي أفضل شيء، وهو يعني تجويد كلام الله عز وجل، ترتيل كلام الله عز وجل، والإنشاد أقرب إلى الغناء. ما رأيك؟ شوف يا شيخنا، إرضاء الناس أول شيء غير لا تدرك. لا تدرك. إيه طبعا، لو أرضي جميع الناس لا نستطيع. طيب. الأمر الآخر، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان منهم الحدائين ومنهم الشعراء ومنهم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. نعم. أنا حقيقة بالنسبة لي الإنشاد ما هو شغل الشاغل، أنا ما تبقى من وقتي للإنشاد بحكم بدايتي أصلا في الإنشاد. نعم. وإنشاد الكلمة هذه فأنا أعتبره بديل أو يعني عادة الناس للأصل. البديل جاء هو الغناء الهابط. نعم. فمقارنة ب 15 سنة في الإنشاد والرصيد في الفن القليل دليل على أنه أنا وقتي ما هو كامل للإنشاد. لكن هناك بون شاسع بين حذاء الصحابة وبين الإنشاد الذي نراه الآن. أنا لي ضوابطي. نعم، لأنه كثير. أيه. من الإنشاد الحالي لا ينضبط بضوابط. أنا لا أحسب. تتفق أنه هناك طبعا. نعم. طبعا، عشان كده أنا عامل نفسي منهجية ويعني وإطار معين. ما هي المنهجية؟ منهجية اختيار الكلمة الجيدة، اللحن. نعم. الهادف، الكلمة الهادفة عفوا، واللحن الجيد الرزين. نعم. اللي ما فيه مثلا تميع، المناسبة الجيدة التي أظهر فيها حتى يعني. إنشادك يميل إلى أي نوع من الإنشاد؟ هل هو الدعوي، الحماسي، الوعظي؟ لا يعني قد يكون وعظي، قد يكون اجتماعي. نعم. إيه لكن حماسي ما أتوقع. جمعت في موالي واحد المقامات. المقامات الرئيسية سبعة. نعم. إيه كانت سابقة لي، رمية من غير رامي. وأثرها كيف كان؟ كبير جدا الحمد لله، انتشرت. نعم. انتشار واسع. تنشرت أساسا في اليوتيوب؟ لا، هي ما كانت للنشر أصلا. نعم. هي كانت إهداء لأحد الأصدقاء، نظمت له 6-7 بيات ذكرت فيها المقامات وتحداني أن أنشدها. نعم. فأنشدتها بكل مقام بحقه يعني. طيب، ونحن نستمتع بسماعها الآن. حاضر. نعم. أمرك. طبعا هي كلماتي أنا. نعم. قلت فيها مقام الرست والعجم جميل كذا السيك به فن
الفصيل وبعدهما الصبايا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذى الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. يا سلام يا سلام. طيب الله أنفاسه. شيخ محمد، في تلاوة القرآن تقرأ بجميع المقامات؟ ما يعني ما أنوي مثلا أني أقرأ كذا. نعم. أنا عادة أكبر يعني في الصلاة أكبر تكبيرة ساكنة بلا ترتيل. الله. نعم. أكبر. نعم. ثم بما يفتح الله، لكن المقامات القريبة القلب البيات وأخ يعني لا أنا أقصد كقدرة أيوة قدرة الحمد لله جميع المقامات. أي نعم. ضوابطك في استخدام هذه المقامات؟ والله أنا القرآن يسوقني مش أنا أسوق القرآن. نعم. يعني أنا أمشي مع الآيات تمشي فتلاقي مع النغمات هي يعني تأخذ طريقها يعني. نعم. مع التدبر مع القراءة الخاشعة وكذا بحكم الإنسان عنده معرفة عنده يعني استطاع أنه يعني. نعم. فسبحان الله تأتي وليدة اللحظة. حتى ما أقبل يعني لما أخذ شيخنا في بعض المحبين في رمضان وكذا قبل الصلاة يأتي يقول شيخ اليوم نبغى كذا. نعم. اللي يقول مثل هذا أنا أخرج من المجلس. إيه أقول يا أخي لا تأثر علي خلينا يعني يأتي بها الله. وأقرب المقامات إلى قلبك في التلاوة؟ البيات. البيات. نعم. أسمع شيء منه. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب الله أنفاسك. طيب شيخ محمد هذا أقرب إلى الأداء إلى البيات الشامي أو المصري. نعم. تستطيع نفس البيات تقرأه بالطريقة الحجازية؟ ممكن أحاول أقلد. يلا نسمع. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء من برنامج مشاهير القراء باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي فضيلة الشيخ محمد الغزالي. ألتقيكم في حلقات قادمة من مشاهير القراء ومع ضيف آخر من المشاهير. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من
لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا